السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام متابعي قناة من الآخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. نتائج مباريات اليوم الخميس الموافق 23/6/2022 في الجولة 37، الجولة قبل الأخيرة من الدوري العراقي وترتيب فرق الدوري العراقي وترتيب الهدافين. اليوم متابعين الكرام، الزوراء تعادل أمام القوة الجوية 1-1، أحرز هدف الزوراء محمد زاهر ميداني في الدقيقة 7، هدف القوة الجوية عن طريق علاء عباس في الدقيقة 23. نفط البصرة خسر من نفط ميسان 0-1، أحرز هدف نفط ميسان نهاد محمد في الدقيقة 77. النجف تعادل أمام الشرطة 0-0، ونوروز فاز على أربيل 1-0، أحرز الهدف لنوروز بنيامين أكور في الدقيقة 33. أمس الأربعاء 22/6/2022 نفط الوسط خسر من الصناعة 1-2، زاخو فاز على سامراء 3-0، الميناء تعادل أمام الطلبة 1-1، أمانة بغداد خسر من الديوانية 0-1، الكرخ فاز على الكهرباء 1-0، النفط فاز على القاسم 3-0. طبعا في هذه المباراة في حاجة ولا متابعين الكرام، متصدر ترتيب فرق الدوري العراقي في المركز الأول الشرطة متصدر ب90 نقطة من 37 مباراة، القوة الجوية المركز الثاني ب69 نقطة، الطلب المركز الثالث ب68 نقطة، نفط الوسط المركز الرابع ب63 نقطة، النفط المركز الخامس ب61 نقطة، الزوراء المركز السادس ب61 نقطة أيضا، النجف المركز السابع ب54 نقطة، نوروز المركز الثامن ب51 نقطة، الكهرباء المركز التاسع ب50 نقطة، زاخو المركز العاشر ب48 نقطة، أربيل المركز 11 ب44 نقطة، نفط ميسان المركز 12 ب43 نقطة، الكرخ المركز 13 ب43 نقطة، نفط البصرة المركز 14 ب43 نقطة، القاسم المركز 15 ب40 نقطة، الصناعة المركز 16 ب40 نقطة، الديوانية المركز 17 ب38 نقطة، أمانة بغداد المركز 18 ب38 نقطة، الميناء المركز 19 ب27 نقطة، وسامراء المركز 20 والأخير ب12 نقطة. طبعا نادي سامراء ونادي الميناء هبطوا لدور الدرجة الأولى، وطبعا الشرطة هو بطل الدوري العراقي لهذا الموسم. متابعين الكرام، متصدر هداف الدوري العراقي في المركز الأول محمود المواس لاعب الشرطة ب22 هدف، والمركز الثاني واسر رستم لاعب نوروز ب18 هدف، والمركز الثالث مهيمن سليم ملاخ لاعب الكهرباء ب13 هدف، والمركز الرابع مهند عبد الرحيم كارو لاعب نفط الوسط ب12 هدف يتساوى معه حمادي احمد عبد الله لاعب القوة الجوية، وبعد كده عندنا 10 اهداف محمد جواد لاعب الطلبه والهور طويل لاعب الزوراء، وكذلك ديمي داوود لاعب القاسم. اشترك في القناه وفعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو، كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.